المهم البنات مرحبا بكم معايا. بغا نصايب شويه ديال القرص، كنحتاج زلافه ديال الزبده. بسم الله. كنحتاج هنايا الجزلان والنافع اللي جا نقيتهم وغسلتهم، جوج معالق كبار ديال السنيده، ومعلقه وشي حاجه ديال الخميره العجينه ديال الدار مع اللوبارد ان شاء الله يخلي ليا البيضات. شويه الملحه، وغنحتاج جوج زليف ديال الفورص. المهم عيني ميزاني معاهم، كنبدا داكشي عيني ميزاني. درت ثلاثة زليف ديال الفورص، ثلاثة وهذا مزهر تماما كنديرها كدرش كامله، كندير غير نص ديالها. والحليب يمكن لكل واحد باش كيبغي يعجنهم، انا كنعجنهم بالحليب كيجيو لي زوينين. كاين اللي كيبغي يديرهم ما يعجنهم غير ب الماء سخون دافي شويه، كيبقاو زوينين وكيبقاو كنديرهم انايا كيبقاو ليا في الفريكو، يعني ملي كنجبدهم نسخنهم كيبقاو مزيانين، يعني ما كيبقاو زوينين. وانتم غتشوفوني تابعوني. المهم العجينه ديالي هي تجمعات، كديها ونديرها في البوطاجي مزيان، وعاد كنخليها تخمر تخمر مزيان. فيه عاد يمكن لك تدريها كوينات صغار، المهم نتوما غتابعوني غتشوفو كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين. وما تكونش قاصحه وما تكونش المهم تكون عادي، ما تكونش قاصحه وما تكونش المهم البنات من عندنا خمرت لينا العجينة ديالي ديال الرز، كنا شوية زيت في ديها هكا كندير معاها هكا صغيرين، نتاني في اللاطة كنخليهم يخمرو شوية. كنديرهم انا صغيرين باش يخمروا، ملي كيخمروا كيوليو يتزادوا كيجيو زوينين. المهم هانتوما كتابعوني. كنديرهم قريصات صغار ماشي كبار. البنات من بعد ما قرصتهم كندهنهم بالبيض هكا، صغار ديال البيض.
ندير عليهم البيان من فوق ندير اللي محت شوية خمرة ومن بعد غني نتخشون في الأرض القراش اللي ديولي جبتهم هاو ما تحمروا. المهم ها هي هما القراش اللي ديولي وجدوا كيجيو هاك كمية وكيجيو فتين ما كيجيوش قاصحين كيجيو من الداخل رطبين هادو ما القراشي الصحه والراحه.